الله يسعد لي صباحكم ومساكم متابعينا الأكارم، معكم سام فيدال، بتمنى جميعا تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. بالنسبة للشباب اللي في التيك توك، عم بي اللي في التعليقات، أنا أول شيء بشكر الجمهور على التعليقات الجميلة، بس يعني هو الموضوع مش موضوع استعراض، يعني قبل أن نتطرق للناس اللي عم بتشخصن وبتشتم، هو الموضوع مش موضوع استعراض أو استعراض قوة، أو مثلا أنا بدي أحاول أظهر نفسي، أو ما عنديش كراج معلم أنت وياه، بس صحصح معي الله يرضى عليك، حاليا ما عنديش كراج، أوكي؟ وموضوع المادة ما بيهمني آخر همي، كل اللي بيهمني وهو محاربة الفجار، الدجالين، النصابين، الحرامية من يوم يومي. إذا أنت جديد ما بتعرفني فيك ترجع على فيديوهات القديمة من 2015-2016، نفس الناس ماشي عليه، يمكن لسه التيك توك هو اللي طلع الفيديوهات. على فكرة القنوات اللي في التيك توك مش قنواتي الشخصية، الله يجزيهم خير، في شباب عم تنشر الفيديوهات، أنا ما عنديش وقت إني أقعد أقص وما أقص عشان أكون في الصورة. بالنسبة للجماعة اللي بيطلعوا وبيشخصوا الأمور وبيشتموا، هذا شوف، كل ما أنت تشتم كل ما أنت عم تثبت إنه أنا كلامي صح، وكل ما أنت عم بتصغر بحالك أكتر. وإذا أنت لسانك طويل وبتعرف تتكلم، فرجينا شطارتك، تعلم، تعلم إنجليزي بدل قاعد عم بتألف وعم تفتي بسيارات الزباين. بالنسبة للناس اللي بيقول لك رزق أو كيف أنت أرزاق، أنت إذا بتآمن بالأرزاق وبرب الأرزاق، أنت ما بتعطي لنفسك الحق إنك تتعلم وتفتي برزق غيرك، فهمت علي؟ فبلاش نفاق يا منافق أنت وياه. طبعا الكلام لا أنتوا عارفين لمين، لأي فئة. اليوم للجمهور الحبيب، أنا حابب أني أعطيكم فيديو أفرجيكم أنه قديش الناس هي متأخرة ولسه عايشين بالمغارات من العصور الحجرية. وين العالم؟ أنا لما أتكلم عن شغلة بعنيها يا جماعة، افهم علي، أنا ما عندي كراج حاليا، أنا ما عندي كراج، وكل اللي بيهمني إنه أفهمكم تعرفوا صار لي سنين من 2009 في الصناعيات، فهمتوا علي؟ بدي أفهمكم، أخذ بإيدكم، ما بدي منكم شيء، افهم ركز، ما بدي من... أنا عارف إنه غريبة في الوقت اللي إحنا عايشين فيه إنه واحد يعطيك شغلة أو يقدم لك خدمة بدون مقابل، شغلة أنتم مش متعودين عليها، أنا ما بدي منك شيء، ركز معاي يرضى عليك، ما بدي منك شيء، كل اللي بدي اياه بدي فهمك عشان تعرف هالحراميين كيف بيضحكوا عليك بس. وما تقول لا تشكرني ولا تعمل لي لايك ولا تقول لي بارك الله فيك، ما بدي منك شيء. المهم انتبه لرزقتك والفلوس اللي بياخذها الحرامي، اولادك اولى فيها، زوجتك اولى فيها، بيتك اولى فيها، امك اولى فيها، اختك، اخوك، دراسة اخوك، مش عارف، كلهم اولى من هالحرامية اللي بيسرقوكم. هلا هذا، وعلى فكرة ما تقول انه انا عم بعمل حالي، لا 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 لا، ما تقولش انه انا عم بحاول اني اظهر او شيء. هاي الناس الناقصة اللي بتحاول تطلع برا الموضوع، اذا لسانه مطويل بيعرف يتكلموا، فرجونا شطارتكم، تعلموا انجليزي، اتعب، بدل ما عم تدفع فلوس لكفيلك وبتطبله، عرفت علي؟ روح ادفع فلوس على المواقع واشتغل بحق الله بسيارات الزباين يا حرامي. حمار باربع دينين قاعد تفتي بسيارات الزباين، وبس واحد يطلع يتكلم سيبكم تطلعوا تسبوا عليه. طب انا اليوم بدي افرجي الزباين واحط على عينكم انه انا كلامي مزبوط، اوكي؟ وهم الجمهور يحكم، انا قابل بحكم الجمهور. فرجوني يا نسكم، لما انا اقول انتم تبعون فلافل، والله حتى تبعون فلافل كتير عليكم، ولا صواني بقلاوة كتير عليكم. لو فاتح انا ورشة، اكتر احسن واحد فيكم، عرفت علي؟ يغسل سيارات برا، يغسل سيارات، احسن واحد فيكم، الراس الكبير تبعكم يغسل سيارات برا، النصكم انا عم بحكي، عرفت كيف؟ اكيد في ناس لسه احسن مني بكتير، ولكن شوف شهاداتي انا اللي عم بحاول اتفلسف. طيب انت يا فيلسوف عصرك وزمانك، يا افلاطون، يا افلاطون سنينك انت، انا مايكروبيولوجيست، يعني تحاليل طبية، مخلص باتشلر ساينس بيولوجي تحاليل طبية، هاوي سيارات،
ما عنديش كورسات لانه انا مش ميكانيكي ولا كهربائي. دايجنوستيك، شو يعني دايجنوستيك؟ تشخيص مشاكل، يعني تيجي السياره انا بفحصها. كيف بفحصها؟ بالريبير مانيوال. ليش؟ لانه دارس بالانجليزي، بنزل له ريبير مانيوال. يعني انا ما عم بفتي، مش عم بفتي. فالزبون بجميع الاحوال هو راضي لانه قدامه السيستم، وحتى الزبون في كثير زمان بيعرف الانجليزي، عم بيشوف انا كيف التست او الاختبارات عم بمشي عليها خطوه بخطوه قدامه، وبلاقي انه العطل ببين، بيجي الفني المتخصص القطعه هاي خربانه، تعرف كده بيعرف التورك قديش وكيف الارنجمنت، وبفكها وبركب وبتخلص السياره، وبحق الله بيدفع فلوس خفيف ظريف وبيطلع مبسوط وبروح بيجيب لي 10 زباين ثانيين. انتم مشكلتكم الجهل، الجهل مصيبه. انا عارف، حاولوا حاربوا الجهل، حاولوا تعلموا يا اخي، تعلم. انت ليش عم تحاول تجرب كل الطرق وتحارب التعليم؟ ليش حابب انه يضل تستغل بالناس؟ انا راح يضلني احاربكم، وراح يضلني اكشف بالدجل تبعكم وبسرقتكم. اليوم انا راح افتح فيديو اشتراكي، شوف انا قاعد في البيت رجل على رجل، اوكي، راح افتح الويب سايت قدامكم بفلوس، وشوفوا بعينكم. انا اختار سيارات وهنطلع كودات وفرجيكم بعينكم انه ما فيش اشي اسمه فتاوي. يا مفتي عمرك وزمانك انت، يا دجال انت وياه، حرامية نصكم. طبعا الكلام مش للجميع، في ناس محترمين بنرجع بنقول، ولكن هدول نسبتهم 1 أو 2%. انا عم بحكي على 98 أو 99.5 الباقيين، هدول اللي بدهم حرق، هدول اللي بدهم يقعدوا يغنسوا شوارع بس، اكتر من هيك ما بدهم. هدول عار على المهنة، عار يمسك مفك بايده ولا يلمس سيارة زبون. اوكي، خليكم معي. اهلا وسهلا بكم من جديد احبابي. هاي اشتغلنا على الاوبي اس، شغلناه. بدنا ندخل على الويب سايت اللي هو مختص بتصليح السيارات. هذا الويب سايت بيعطيك معلومات اللي بتساعدك في تشخيص السيارة، ما تجيك سيارة على الورشة. خلينا ندخل على طول هون الديسبلاي. اوكي، ديسبلاي كابتشر، نيجي على الاوتو. هذا الموقع شايفه الاوتو ريبير سورس. هون السنة يير عندك من موديل 74 ل 2022 يير السنة. طبعا ما فيش بالعربي عشان جماعة النصكم، يعني انه ليش لما نقول تعلم انجليزي طيب عشان تواكب التطور. اوكي، لنفرض مثلا سيارة 2017 مثلا، بيطلع لك هون ميك، شو نوع السيارة، كل انواع السيارات تقريبا. في سيارات ناقصة زي مثلا بيجو ما لقيتهاش، رينو ما لقيتهاش، يعني حسب الويب سايت، حسب فيك تضيف سيارات عادي، تدفع فلوس بتضيف سيارات، هو بيعطيك باكجز. اوكي، فمثلا تعال على مش عارف شو بدي اقول لك، هوندا او كيا، جيب، لكزس مثلا. خلينا ناخذ لكزس، لكزس 2017 هون بيعطيك موديلات، لما تختار السنه بيعطيك هون الموديلات، الموديلات الموجوده 2017، ار اكس 450، ار اكس ار سي، ار سي اف سبورت. تعال نفوت على ار سي اف سبورت لانه قالوا انه فيها مشاكل كثير. بيطلع لك هون المحرك تبعها 3.5 لتر 255 هورس باور، الكود تبع المحرك اللي هو V62GR FSE gas FIN. اوكي، هاي الماكينه تطلع لك هون قائمه اللي هي ايرباك، اير كونديشنينج ان هيتر، يعني هون الوسائد الهوائيه، نظام التكييف، باتري ريبليسمنت تغيير البطاريه، بادي اند فريم يعني الشاسيه مع البادي، بريكس. اوكي، كومبوننت لوكيشن الموقع تبع القطع، كولينج سيستم نظام التبريد، دايجنوستيك ترابل كودز لما تفحص كمبيوتر يطلع لك كودات. طيب درايف لاين يعني ماكينه، جير، ترومبت بنزين، تربو، الكتريكال كهرباء، انجن مانجمنت يعني اداره المحرك، يعني بخاخات بنزين، ضغط تربو، فلتر هواء، انتر كولر،
ضغط الثلاجة، فاكيوم، قراءات، اكزوست، اكسجين سنسر، اوكي، انجن سيرفيس، صيانة المحرك، اكزوست اللي هو الاكزوست، فلويدز، سوائل، اوكي، انتيريور بانلز يعني الداخلية، بلوتوث، هاي الكونسول، كنترولات، ستيرينج يعني شاشة، نافيجيشن، اوكي، مينتيننس سكادجول جدول الصيانة، مينتيننس صيانة، بارتس اند ليبر القطع وزمن تبديل كل قطعة، سربنتين بلت اللي هو البلت رسمة البلت كيف بتكون يعني مثلا زي هيك يعني شوف سربنتين بلت يعني زي هيك مثلا شوف هاي الرسمة شايف كيف بيقول لك مثلا الايدلر والتنشنر هدول تبع الكمبريسر اللي هو الجن اللي هو الالترناتور يعني برسم لك اياها اوكي ستيرينج سبيسيفيكيشنز هون سبيسيفيكيشنز هاي سبيسيفيكيشنز وين هاي بعدين عندك ستيرينج اند سسبنشن اللي هو نظام التعليق مع الستيرينج تكنيكال سيرفيس بوليتن هاي التكنيكال اللي هو الرسائل او المنشورات اللي نشرها المصنع على السياره بعدين شو في ابديت لنوع من زيت شو في ابديت لسوفت وير يعني التايرز التورك سبيسيفيكيشن التورك اللي هو الفك والتركيب لما انت بدك تيجي تفك برغي بينفعش تيجي تفكه من راسك في له تورك رينش يعني طقطاء هذا الطقطاء له عيار اكثر منه غلط انك تشد او تفك على اساس انه الومنيوم ما يعوش او تخرب الثريد للنصكم اللي بيكسروا البراغي بالهد عشان الموضوع هذا هم عاملينه ترانسميشن للجير ويل الاينمنت حتى ميزانيه الدواليب وايرنج دايجرام خريطه الكهرباء اوكي هسه احنا هون هاي يعني قراءة عامة خلينا نفوت على مش عارف وين بدي افوت لكم بس مثلا نيجي هون مثلا على عندك مشكلة في الهيدلايتس كهرباء تيجي على الويرينج دايجرام سيرش مثلا تكتب هون هيدلايتس هيدلايتس انتر wiring diagram automatic control sensor lightning control module اوكي تيجي تفتح عليها هذا خريطة الكهرباء للهيدلايت طلع لايت كنترول بيعطيك الواير الزهري الواير الاصفر الواير الاسود وبيقول لك انه الديمر سويتش اسمبلي بلاك اند وايت هي عطيك هون الجراوند شايف هون الجراوند اعطيك الخريطه اللي هو يقول لك اوتو تيرن اوف سيستم يعني كيف الاضاءه بتطفي لحالها مثلا فرونت دور هذا سويتش اسمبلي لايتنينج كنترول يعني لما تفتح الباب كيف تضوي الاضاءه هاي الخريطه الكهرباء تبعيته عرفت علي طبعا بدك تنتبه انه في خريطه بيكون فيها من هوم المكان هذا ثلاث اربع صفحات ورا بعض مش واحده بس يعني مثلا الثروتل بادي تعمل سيستم طيب سيرش تعمل مثلا ثروتل ها وايرنج ثروتل بادي وذ موتور اسمبلي البريك اي بي اس الكترونيك ستابيليتي كنترول ثروتل بادي وذ موتور اسمبلي هون الخريطة الكهرباء للثروت البادي فيها رسمتين الرسمة الأولى والرسمة الثانية هدول تطبعهم تعمل لهم برينت أوت وتحطهم جنب بعض أوكي فبتيجي هون مثلا شوف طلع هذا الموتور الكهرباء تبعيته لون الويرات وهون البن رقم 35 بن رقم هذا الاي سي ام هذا كمبيوتر الماكينة السبلاي الأحمر هذا شايفه هذا طالع من البن 35 انت تعرف مثلا اذا كهرباء طالعه من الكمبيوتر ولا لا بتحط هون المالتي ميتر بتعرف اذا كهرباء جايه ولا لا اوكي هذول شايفهم هذا
طبعا انت عشان تشتغل فيها اوكي بده يكون عندك كمان الشرح، هو راح اعطيك الشرح تبعها اوكي. يعني هي الخريطه لما تطلعها طبعا بالعاده بتطلعها مع فولد كود، فهسه انا هفرجيكم كيف القصه. فالفولد كود بيكون عطيك ديسكريبشن، خطوات كيف تمشي عليها، مثلا كيف تفحص. مش لازم انت تحفظ الاخضر لشو والاحمر لشو تعمل زي جماعه النصكم، لا مش لازم تحفظ شيء، كل شيء هو كتب لك اياه بحسب الكود اللي عندك اوكي. فانت عندك هون مثلا سيستمز، مثلا المكيف اتش في سي، هذا اللي هو المكيف بارت 1. مثلا احنا بدنا نقول الكمبرسر الهواء، تيجي انت هون على التكييف، هذا التكييف عندك. بالنسبه للتكييف عندك 12 خريطه كهرباء اوكي، على حسب اللي انت بدك اياه. فهو بيكتب لك اير كونديشنينج، تختار انت اللي بدك اياه، عرفت علي؟ اي خريطه كهرباء في السياره 2017 موجوده. طب نطلع من خرائط الكهرباء، تعال مثلا على ال الشركه شو نزلت ابديت، اللي هو بوليتن زي السيرفيس بوليتنز اوكي، ندور عليها هاي تكنيكال سيرفيس بوليتنز. طيب البريكس، باور بريكس، تراكشن كنترول، كولينج، ووتر بامب، درايف بيلت بوليز، الكترونيك ديفايسز، كمبيوتر، انترتينمنت ستيريو راديو، فينيشز ستراكشر، فيول درايف لين فلترز، فيول. هاي مثلا هاي، فوت على الفيول اوكي. هذا المصنع شو نزل، بتلاقي هون لكزس نزل لك تاريخ 2019 سبتمبر، السياره موديل قديش 2017، ها شايفها 2017. فهون تيجي بتعمل برنت اوت، تطلع لك الصفحه مثلا برنت اوكي. شو هون قايل لك؟ انا بس بدي اكبر لكم اياها تشوفوها، كانسل اوكي، اوتوماتيك زوم، مش عارف كيف بدي اطلعها فل. شكوى بيقول لك فيول لاين راتل نوكينج نويز، تكنيكال سيرفيس انفورميشن بوليتن، هاي المعلومات اللي هي التصليح. بال2019 شهر 9 30/9 نزل شكوى والتصليح تبعها من المصنع. يعني ما في مجال للفتاوي، ما تفتي. المصنع عارف اللي صنع السياره، اجته شكاوي وبحثوا في الموضوع وعرفوا المشكله وطلعوا لك قطعه. تعال يا معلم هاي القطعه وتابع معانا، لما تجيك الشكوى هاي فك القطعة، يعني شو بدك احسن من هيك؟ بس المشكلة انه انت بدك تتعب على حالك، ما تقعد تفتيش بسيارات الناس، فهمت علي؟ هاي النقطة، حتى كمان مصور لك اياها، شوف القطعة هاي شايفها؟ هاي القطعة وعطيك البارت نمبر اوكي؟ وبقول لك ريموف كاتاليست هيت شيلد ويل امبروف فيزيبيليتي فور فيول لاين كليرنس ميجرمنت، اللي هي الهيت شيلد اللي هو الصاجة اللي على دبة البيئة تقريبا، الصوت منها اوكي. نطلع من سيارة 2017، نختار لنا سيارة تانية مثلا مرسيدس، مرسيدس الأربعة سلندر هذول 2018 2019 هذول مش كبيرة. طيب تعال على شركة مرسيدس هاي مرسيدس بنز، الموديل اللي هو C300 C250 هي C300 مثلا 2 لتر اوكي. هاي السياره طلعت، تعال على سيرفيس تكنيكال سيرفيس بوليتن هون، شوف الكولينج بامب، درايف اكسل، الكترونيك ديفايسز، كمبيوتر، ايميشن، فاكيوم هوزز، الفيول درايف ستابيليتي، جازولين انجنز اوكي. هون جازولين انجنز عندك تشيك كام شافت كفر، مرسيدس مطلعين لك في 2017 اوكي انه السياره هي 2018، بس الظاهر انه من 2017 نفس العيب عندهم، يعني مشكله والله. شوف يعني حتى كمان رسم لك شو تعمل، طلع يا جماعه ما في مجال للفتاوي، تصليح السيارات اعطيك البارت نمبر وقال لك حتى كمان الوقت قديش بياخد اوكي، والاوبريشن نمبر، وحتى كمان الدمج كود اوكي. يعني ما في مجال للفتاوي، انه ما تقعد تفتي بسيارات الناس وتقول رزقه وحرام وما حرام،
حرام عليك انت تقعد تفتي بسيارات العالم اذا انت مش فهمان. تتعلم بسيارات الناس ما بيصير، ما بيصير تتعلم بسيارات الناس. لما واحد يطلع يفهم الناس تقعد تطلع وتصير تشتموه تسبوه. ما فهمت علي؟ طبعا انا مش انا اخر همي يعني ولا سائل، انا احضرني ان شاء الله اضل من انزل فيديوهات خلي الناس تتعلم تفهم وترفع قضايا على هالحراميين. لازم ضل ترفع قضايا، لازم ينسجنوا. اوكي شوف هون المرسيدس، خلينا نفوت على هون مثلا انجن سيرفيس. هون اول شغله بحط لك الموتور، بيقول لك مثلا هون الماكينه اللي هي هاي مش انه اي مرسيدس سي 300، بيقول لك ليه طبعا بينطبق عليها سي 180 سي 200 سي 250 لغايه سي 300. اوكي الاربعه سلندر، بيقول لك مثلا الكولنت ريزرفوار، الاويل كاب، الدب ستيك اللي هي كرانك كيس، والويند شيلد الفلويد خزان اللي هو تبع المساحات. اوكي يعني بفرجيك الشغلات الاساسيه. اوكي بعدين هون بيجي بيقول لك الاقشاط، الاقشاط تبع الماكينه في عندك اثنين، في عندك الاقشاط هذا اللي هو اللي فيها الكتريك ووتر بامب، ترمبه مي كهرباء، وذاوت الكتريك ووتر بامب بدون ترمبه مي كهرباء. يعني لما تيجي عندك السياره تعرف في سيارات مواصفات امريكيه، مواصفات كندا، مواصفات يابان، فبيختلفوا على حسب الطلبيه اللي طالعه على البلد. ففي بيكون فيهم ترمبه مي كهرباء، في بيكون بدون. اوكي وهي اللي هي وذ الكتريك ووتر بامب، شايف مع ترمبه المي، يعني مش محتاجه بولي لترمبه المي. سبارك بلاجز بيقول لك الكليرنس تبع سبارك بلاجز 0.8 ملي، المسافه بين الاثنين هذول تبع قلت لكم عنها مره في اللايف، مسافه بينهم 0.8 ملي. التورك لما تشد سبارك بلاج للعجول اللي بفكوا البواجي والهيد سخن وبيعوجوا، بقول لك شو هالماكينه، ما هو اصلا كاتب لك اوعك تفك البواجي والهيد سخن. طيب عامل لك وهي بارده عامل لك التورك تبعها 17 فيت على، يعني فيك تعملها بنيوتن. اوكي اعطيك هون مثلا الكومبريشن بريشر، الضغط 22. طيب هون عندك دايجنوستيك ترابل كود سيستمز، مثلا تختار بتكتب الكود اللي بدك اياه، عرفت علي؟ يعني مثلا في كود انا حافظه دايجنوستيك سيرج P0 420 هو كاتاليتيك كونفرتر افشنسي بلو ترشهولد انتر. ليش؟ هذا يمكن على كودات مرسيدس بس بيمشي. انجن ميكانيكال فيول كنترول، فوت على الفيول كنترول، هاي الكودات كلياتها مش بال مش هذا اللي بيقول لك انه كود عم بيعطيك كود من شو اسمه، مش معقول تحفظ كل الكودات. طلع يعني مثلا هون هاي فيول بامب، بيقول لك ده فيول بامب كنترول يونت مال فانكشن. طيب شايفها هاي بيقول لك ريبليس كنترول مانيوال ان 11.8 فيول بامب كنترول مانيوال. يعني هون كمان بيقول لك شو تسوي الكود لما يطلع لك هذا 162A00، بقول لك فيول بامب يونت از مال فانكشنينج، هذا كود شو بقول لك الحل، ريبليس كنترول مانيوال، فك الكنترول وبطله يعني بدله. اوكي اي بي اس شايف بيقول لك شو تعمل. فانا حبيت بس ان كلكم تستفيدوا من يعني حتى كمان مثلا هون 2021 اوكي نيسان، مثلا نيسان
نيسان، اوكي التيما، نشوف اذا في شيء يجي على السي في تي. تكنيكال شاسيس سي في تي جوينت، سي في جوينتس عفوا، ما في شيء على ال ايدنتيفيكيشن، دور انسترومنت ليبر لايتنينج ستيرنج سسبنشن ويل، ما في شيء جاي على ال على الجير، ما في شيء، مش جاي مشاكل على الجير. طيب نشوفها، هون انا بدي افرجيكم شغلة كيف ال كيف كيف بيتعاملوا معكم الشركات لما انت تكون زلمة محترم وتشترك عندهم. فبقول لك مثلا التكنيكال بوليتن، اوكي انتليجنت بوتن امبروبريتيف بات ريكوستد سويتشز ورك، اوكي هدول السيارات اللي هي من 2015 ل 2018 الالتيما ال 33، من 2019 ل 2021 التيما، نيسان جوك، كيكس، ماكسيما، مورانو، هاي السنوات تبعتهم، سنترا، روج، تايتان، سنترا، فيرزا اللي هي تيدا، اوكي بقول لك اذا كل البوتنز الفأسات لوك ان لوك بانيك ترانك وذ انتليجنت كي، المفتاح الريموت كي ان رينج، يعني مفتاح اللي يكون في قريب من السياره، واللوك ان لوك باي بريسن ايذر فرونت ريكوست سويتش، هاي يعني اذا سكروا اذا فقست عليها then the specific intelligent key maybe have desynchronized with this vehicle. اوكي بشرح لك هون، فيك انت تعمل print هيك، اوكي تطلع لك طريقة البرمجة كيف تبرمج المفتاح، شايف؟ ادعس بريك. يعني انا عم بحاول بس استعرض معاكم انه لما انت تشترك، اوكي ومن اسا بيطلعوا طبعا النص كوب تبعون الفلافل بيصير لك هو عم بسوي، انا عم بسوي ولا شيء، انا عم بفرجي الناس كيف الاصول الشغل، هاي سيارات وهي رزق عالم، تيجي السياره لعندك طيب تقعد تالف وتفتي فيها وتعمل فيها معلم وانت حمار باربع دنين. هون الشغل هذا اللي بدي يقول على حاله ميكانيكي وبدي يشتغل بحق الله وبده الناس تحترمه والزباين يحترموه، بده يحترم نفسه اول شيء، بده يحترم نفسه. فانت انا ما بتحمل مثلا يجي واحد زبون يقول لي انت سرقت، انت سرقتني، انت خربت لي سيارتي، انت كذا، لا قدام الزبون قدامه هاي السياره شو فيها، كيف بنفك الراديتر، من وين، ها يعني ما بدي افتي باي شيء، فهمت علي؟ هون شو مثلا شايف؟ كيف تفك ال كيف تفك ال باب البنزين؟ كيف تفك ال هذا البونت، البونت تبع السيارة؟ طلع أي شيء، أي سيارة، أي طريقة تصليح كله موجود، حتى اللوك تبع البونت، شوف رسم لك إياه، شوف شايف؟ كده بتعمل لها زوم هون، شايف؟ الباب الخلفي كيف تركبه؟ كيف تركب الباب الخلفي؟ رير دور.
طلع طلع يا نصكم طلع. شوف كيف تركيب ال، بس انا عاملها زوم ان كتير. ها 50 شايف، حتى اعطيك الكليرنس قديش بالملي بين البيبان، اوكي قديش كل برغي قديش تشده. يعني انتو بتفوتوا بتقعدوا تفتوا بسيارات الزباين، وبس الواحد يتكلم بتطلعوا بتصيروا تسبوا عليه. على العموم الله يسامحكم، وانا انا بحب الجمهور وبحب دائما افيدهم. ولازم تتعلموا يا جماعة النصكم، جماعة الفلافل لازم تتعلموا. معلش انا عارف انها صعبة بس لازم تتعلموا. انا بتمنى انه المسؤولين يعني يعملوا دورات، يعملوا يشوفوا شو شهاداتهم، ما يعطوش يعني مش يجي اي واحد يفتح ورشة تفتحوا له ورشة. يا جماعة لازم يكون معه شهادات ولازم يكون متعلم. عرفت كيف؟ يا اخي على الاقل ما فيها يكون معه شهادات يعرف يقرا انجليزي. يعني شوف لو هو بيعرف يقرا انجليزي بيخلص حاله بسيارات الناس، بيطلع بدون مشاكل، ما بيتضارب ولا بيروح على شرطه ولا شيء. حتى الزبون نفسه لما يلاقي يشوف السيستم ويشوف سيارته كيف الشرح عليها وكيف الناس عم تفحص، هو الزبون نفسه راح يرتاح وراح يقعد، عرفت علي، وراح يشرب له فنجان قهوه ويكون عارف انه سيارته بايدين امينه. اما تيجي تقعد تالف وتصفن لي صفنة افلاطون هيك وتزفر من مناخيرك زي التنين اللي طالع من البحيره، يا عمي حلوا عنا ارحمونا.